درسنا اليوم درس الفطريات، خصائص الفطريات، إن أقدم المخلوقات الحية على الأرض وأكبرها تنتمي إلى مملكة الفطريات. وتذكرك كلمة فطريات بالمشروم، عيش الغراب التي تستخدمه في طعامك وهو متوافر في الأسواق. ويذكرك أيضا بفطر الكمى اللي هو الفقر، والعرجون الذين يكثر وجودهما في فصل الربيع، والفطريات جميعها مخلوقات حقيقية النوى غير ذاتية التغذي. وهناك أكثر من 100,000 نوع من الفطريات المعروفة. الفطريات العديدة الخلايا، معظم الفطريات متعددة الخلايا ومنها المشروم بأنواعها. تعتقد للولهة الأولى أنها تشبه النباتات على الرغم من عدم احتوائها على البلاستيديات، وبالفعل فقد صنفت الفطريات قديما ضمن النباتات لوجود بعض الصفات المشتركة بينهم النباتات، وتستحق أن تكون مملكة مستقلة. الفطريات الوحيدة الخلية، تسمى الفطريات الوحيدة الخلية الخميرة أو الخمائر، وتوجد الخميرة في التربة وعلى النباتات وفي جسم الإنسان. وهناك المئات من أنواع الخمائر المختلفة، لكن أكثرها شيوعا تلك التي تستخدم في صنع الخبز. وهناك خميرة تدعى الكانديدا البيضاء.